السلام عليكم الاخوان. ملي كيبان لكم شي تشققات في الحيط هيدا، اما كيكونوا عن طريق مثلا من المعلم كيجي يبني يعني ما كيشكلش الحيط مزيان، اولا كيكونوا بعض الاشكالات يعني في البني. هادو ما تخافوش منهم الاخوان، دابا بحال الشقايق هادو تفتحوهم بحال هيدا، تفتحوهم بهذه الطريقه هذه، تفتح مزيان يعني حتى كتجعهم. غنوريكم طريقه بسيطه وفعاله باش تصاوبوا الاخوان هاد الشقايق بحال هادو قبل الصباغه، يعني خصك قبل ما تبدا الصباغه كتبدا هاد المرحله هادي. خليكم معنا باش تشوفوا الطريقه كيفاش الاخوان. كاين الشقايق بحال هاد، كما كاين هادو كيكونوا شقايق عاديين الاخوان، هادي التلبيسه كتشرب، هادي كتسمى الشقايق ديال التلبيسه عاديه، شتيها كتكون شي ماشيه من الطرف للطرف، كتكون ماشيه غير واحد الطريف وكتوقف. هادي هي بالقبس اولا بادي باي حاجه كدور السيما بيضاء كدور بلا ما تفتحها بلا والو. اما هادو بحال هادي اللي كتجبرها ماشيه طويله وهو هذا هو هذا تنقع، هذه اللي خصها تفتح مزيان وخصها تشوفوا معنا الطريقه اللي غنعملوا لها. بعد ساعات كتكون التشققات الاخوان كيكون الاسمنت ديالها بسيطه، دابا بحال مثلا هذه الشقه هذه اللي هضرتكم عليها، هذه كتكون تابعه الكومه، يعني كيكون المعلم ديال الضوء التريسيان كهربائي كيكون كيدوز الكومه، يعني ملي كيحفر ديك البلاصه هذيك كتبقى واحد الفجوه، هذيك الفجوه بحال اللي ملي كيدوز المرطوب وكيدوز يعني هذيك تماك بحال اللي كتفتح. دابا خصنا ان شاء الله نعملو لها الشبكه ولا نعملو لها الشعره هي الفيلاص، وحتى كانت الشبكه مزيان الشبكه ديال البلاستيك اولا ديال الحديد. الشيء هذه تبعها الكومه ديال الاخوان، هاي هي وهذا لحساب طالات الى حنا الكومه من جنب الارض. هانتوما الاخوان الشق هذا كما لاحظتوا، هذا ملي كيقوز الكهرباء اولا كيقوز الكومه كيبقى ديك الفرات كما قلنا. هادو كاملين كيكونوا الناس كيخافوا منهم كيجيبوا لهم لاندور، شنو هما اغلبهم كيكون مصائب بسيطه. هنا الكومه، كذلك هنا الكومه، هنا عاود ديك الشرك دبه مع الشرك هذه، وهنا عاود قادوس، هنا واحد الشعيره صغيره هنا لان قادوس هاود. هادي دائما ما يكون معلم كيعمل مرطوب قبل ما يلبس يعمل لكم واحد الشبكه في هاد البلايص بحال هادو، الشبكه باش كتجي الامر ما يزيدوش يتشق. ولكن حتى دابا غنوريكم الخلاصه ان شاء الله. من بعد الاخوان كنحرك واحد التخليطه ديال كما لاحظتوا هذا الاسمنت، حنا استعملت اسمنت ديال 45، كون زايده السيما تكون خاسره شويه بحال هيدا. وعندنا الشبكه وعندنا الفيلص، نجيبو الشعره كنعدلوها بحال اللي كنعدلو القبص هايدا، هادي الفيلص كندخلو معاها كما لاحظتو. دابا انا عملتكم الطافي صغير لانني كنصور بواحد اليد وكنعدل بواحد اليد، يعني تقدر تعمل طار كبير حتى هكذا هكذا، كتقدر تعمل شي وانطيس شي ليكات باش كيكون حسن هاديك السيم هكذا. كتمشي بهاديك الشعره كدخلها مزيان بحال هكذا وكتشارجينا بحال هاد البلاصة هادي، هادي شارجيتها ياك نبقى ماشي بحال هادي. دابا هنا عملت لها الشي الشبكة وعملت لها الشعر فيلس. هانتوما الإخوان، هانتوما الإخوان، هاهما درنا عليهم فينينهم. هاد الشقيقة ديالنا دابا الأمور ناضية، هادي ضرب ثلاثة شويش دكاوت باش يلبسو دغيا ينشفو دغيا، ضربت في السيمة في النساء. هانتوما هذه الطريقة يعني فعالة.